السلام عليكم ومرحبا بكم كيما مالفين معايا. اليوم حبيت كيما العاده ندخل لكم دخله جديده، هو كيفاش نوجدوا اونصومب وتشوفوا هاد الوصفه تاع كيفاش نحضروا بواكاسي اون صوص روج. ما يخفالكمش بواكاسي كنا نعرفوه ديما، يعني اغلب الناس في البواكاسي يديروه مرقه بيضاء، انا اليوم راني حنديره لكم مرقه حمراء. دوك تشوفوا التحضير تاع هاد البواكاسي واش يدخل فيه. هنا كيما راكم تشوفوا عندي حبه بصله كبيره، انا ديما ناكد لكم البصل يكون كميه كبيره باش ديما المرقه تجينا مليحه، وحبه بطاطا كيما راكم تشوفوا، وعندي حبه قرعه، شوفوا حبه قرعه، وعندي القصبر هو يعني حشيش مقطفه هكذا ربطه قطعتها صغيره، وعندي ثلاث حبات طوماطيش تاع الحب ريحتهم ويعني ميكسيتهم ثلاث حبات يعني يكفو. وفي الاخير بعد ما يدخلوا طياب بواكاسي نسحقوا غير مغرفه هكا تاع الطوماطيش صبره هكذا كيما راكم تشوفوا. وفي التوابل عندي العكري وفلفل الكحل وشويه القصبر، لازم يدخل القصبر وشويه تاني نديروا له راس الحانوت والزيت والملح. والبواكاسي دوك نوريه لكم، لاحظوا معايا اخواتاتي، شوفوا البواكاسي اول شيء اللي راني ندير فيه، انا راني نغلي فيه. ما يخفالكمش البواكاسي ديما يخرج هذيك الرغوه، وحنا هذيك الرغوه يعني ما نديروهاش، لازم البواكاسي تاعنا. انا هنا عندي الطل تاع بواكاسي كيما راكم تشوفوا، راني نغلي فيه وشوفوا الرغوه اللي خارجه، نغليه ثلاث مرات ونصفيه. كيس نصفوه تما كنبداو ندوسنا في البواكاسي تاعنا. انا حين نبداو خواتاتي ناخذ لا كوكوت ميني تاعنا ونبداو باش نوجد لكم هاد البواكاسي. قلت لكم صوص روج، نبداو على بركه الله. اول شيء هذيك البصله الكبيره تاعنا نحطوها هنا وندير الزيت كما العاده، ديما الزيت هي الاولى اللي نسقوا بها مع البصل، وندير كيما مالفين معايا تلت مغارف. انا ديما مانيش حابه نبدل لكم هاد لاكويير باش ديما تاخذوا يعني ميزان واحد. ونحطوا البصل تاعنا هكذا يتجمر ديما على نار قليله، نحطوه فوق النار ونخلو البصل تاعنا يتجمر. انا عاود لاولينا خواتاتي، دوك نعاودو بعد ما البصل تاعنا راهو تجمر نكملو نرمو القرعة تاعنا كيما راكم تشوفو. هكا القرعة هادي نرموها، نرمو القرعة ونكملو الحبة بطاطا اللي ذكرتها لكم يعني تكون مليحة هكا، ونزيدو نديرو شوية حشيش منديروش كاع، شوية في الأخير ونديرو غير شوية هكا، ولا موتي خلوها له بعد ما يطيب لنا الكواكاسي. وقبل ما نديرو لي زيفيس نحركو قاع هادوك البطاطا والحشيش ندخلوهم قاع ونبداو نديرو في لي زيفيس تاعنا. أول شيء أنا هنا شوفو عندي راس الحانوت، يعني لازم ندير راس الحانوت شوية هكذا شوية كويار، وعندي فلفل الكحل تاني كويار كيما راكو تشوفو. ما نكتروش فلفل الكحل باش المرقه يعني ما تجيناش حاره، في الكحل يطيب هوريا. وهاو القصبر اللي قلت لكم عليه، انا ندير القصبر زوج مغارف كيما راكم تشوفوا. السر تاع هاد البواكاسي يعني تجي بنين بالقصبر والعكري. نقصوا البواكاسي تاعنا، لاحظوا معايا البواكاسي اللي درتو في الفرن نتيها هاوليك زوج مغارف العكري هذا، ونحركو الطبق تاعنا، نحركو هذوك التوابل يعني كاع ندخلوهم كيما راكو تشوفو هكذا، ونخلوه يزيد يتجمر مليح باش نبداو نمرقو كي نرمو البواكاسي. انا حبيت برك نوريكم خوتي، شوفوا معايا منغلقولوش، انا مانيش غنقتلو. دوك تلاحظوا معايا نجيب لكم هنا البواكاسي، شوفوا هكا المرقه تاعو يعني الرغوه، عفوا الرغوه هذيك انا ما نحبهاش، لازم نغليه ثلاث مرات باش نحيلو هذيك الرغوه. ونعاودو كل ما يغلي لنا نحو بشويه بالغره فنطلعو هذيك الفراره،
ومن بعد نوريه لكم كي نمرق. شوفوا هاو الطبق تاعنا هاوليك، يعني هاد بوا كاسير انا جمرنا كاع هادوك البطاطا والقرعه، دوك ما بقى لي نوريكم قبل ما نمرق البوا كاسي تاعي. نقول لكم على البوا كاسي هاوليك، تلت مرات غليته وهذيك يعني الضوه كاع نحيتها وشللته مليح. شوفوا ودوك ما بقى لي غير نمرق يعني الطبق تاعي نستار ونرميه. هاوليك حطوها هكا بيدينا، حطوه مليح. خاطش هاد البواكاسي يطلق لنا هاديك الرغوة لازم لازم نغلوه ونحطو الماء تاعنا وغليها نمرقوه، نعطولو تمريقة مليحة حتى تحت اليدين ونخلوه بشوية يطيب. نقصولو على النار على نار قليلة بعد ما نشوفو يعني بدا يواسينا. هاكا نحركوه مليح هاوليك بواكاسي تاعي، نقصولو نقصولو النار ما نقولوش النار. ودوك ما بقى لي غير نديرلو الملح هاوليك، نديرلو شويه الملح هكذا ما ندير ما كثرش الملح، ولا جانا مسوس نقدرو نعاودو نديروه. ونحركو هذاك الملح ونخلو البواكاسي تاعنا يطيب على نار قليله، وقد ما يعني يشرب نعاودو نزيدو نديرو التمريقه تاع الماء ونكملوا يعني اللي بقى لنا كيما الطوماطيش. انا هذه كيما راكم تشوفوا انا هذه الطوماطيش ما نديرهاش حتى يبدا يدخلوا البواكاسي يدخلوا يعني طيب باش ندير الطوماطيش، ونوريه لكم ان شاء الله بعد ما يغلي. عندنا ولينا اخواتي يعني فقدوا هاد البواكاسي تاعنا، شوفوا يعني راهو منقص على نار قليله. انا علاش قلت لكم ما نرميش طوماطيش حتى نحس به بدا شويه يدخلوا طياب. شوفوا ماشي كيما كان مع الاول، هو بدل كاع اللون والنار قليله يعني طيبوا. نرمي طوماطيش هذوك تي تحبات اللي ذكرتهم لكم، باش انا حبيت هاد الطوماطيش تاع الحب ما نرميهاش في الاول باش ما يعني ما تروحليش كاع هكا في النار. ونكملوا الطوماطيش تاعي المغرفة اللي ذكرتها لكم، قلت لكم مغرفة طوماطيش يعني قسين كويا غاسو، حليتها في شوية ما كيما راكو تشوفو هكذا حليتها. ونكملو نرموها كلش طماطم في الأخير كيما راكو تشوفو. ما يخفالكمش هاد البواكاسي يعني يشد شوية في الطياب، ماشي تم يطيب، ولا كان طياب يضرب ساعة ونص، ولا كان يعني كل واحد النوعية تاعو. يعني من الاحسن حنا نطيبو حتى يطيب كي الزبده، ونعرفو نتاكدو لي البواكاسي تاعنا طاب كاع وتحرحر لنا تماك نعرفو البواكاسي تاعنا لي طاب. ونخلو البواكاسي تاعنا ديما يطيب على نار قليله، ما بيشد ساعه ونص ما يهمناش. انا هنا لا كوكوت ما غلقتلوش يعني حاطه غير الكوفير هكا، ونخلوه يطيب على غردو. نعاودنا ولينا خواتاتي نفقدو الطبق تاعنا. شوفوا البواكاسي هذا تاعي انا لاحظت هذا شد لي كثر من ساعه في الطياب. انا واش حبيت نزيد له شويه، اخي قلت لكم مقبل نمرق ونخليه على نار قليله شويه، وحبيت نزيد له تمريقه غير خفيفه ماشي بزاف باش يكمل يطيب. ما يخفالكمش انا هاد البواكاسي كيما نقولوا شربه كيما تقولوا حساء، يعني لازم يكون فيه شويه المرقه. وانا واش فضلت حبيت نزيد له شويه ماء سخون باش كي يطيب انا نحبو يتحرحر يولي محرحر وطايب. ما يخفالكمش كل حاجه اللي تكون حبوب جافه لازم تطيب مليح. ونخلوه المده تاع لا كويسونس تاعو واحد 25 مينوت، ونوريه لكم ان شاء الله حاضر. راهو حضر على المائدة شوفوا، والله غير نقول لكم واحد البنة مع هاد البواكاسي وطاب لي مليح. ما بقى لي انا غير نوريكم اخر يعني حاجة لي نحب نديرها. انا ديما قلت لكم هذاك الكزبر يعني الحشيش نحب نزيد له بعد ما يطيب. شوفوا وكاين تاني واحد الملاحظة ماشي كاع الناس يتقبلوها، انا ديما نحب ندير زيت زيتون. شوفوا قسم غير فا في البواكاسي يعطي يعني ذوق بنين بنين بزاف،
وكاين ناس اللي يحبوا يديروا زيت زيتون، كاين ناس ما يتقبلوش. انا في داري ديما كي نطيب هاد البواكاسي ولا اي حاجه اللي تكون لازم لها زيت زيتون نزيدها اضافه من الفوق. وان شاء الله نتوما بقالي غير نقول لكم سيو وتبعوا الوصفه كيما وريتها لكم، وان شاء الله تنجحوا فيها. وما يعني ما نقول لكم غير مع السلامه، وتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله باذن الله.